شو هاد الجو؟ شنو هاد الاختيار ديالك؟ ناري 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 ناري. شو الجو؟ الشمس هاديك. هاي عند الغروب. هاي جرافيك اصاحبي واخا عندها الحجم غير 83 ميجا. خطير هاد الكيما والله خطيرة. دابا هادي شوف قداش صغيرة ممكن داكشي اللي فيها ما تلقاش في بلايص اخرين. ايه نسيت هنا I am able to go out thanks to the people and sort of Arcus, but the like leadership of sense of committed component of the Ghanaian army. Okay, the game is a story. Okay. The game is a story. What is the wish? فين هو القلب ديالك؟ فين هو كيف كان البلاصة ديالك؟ قدم لي قدم لك دا حدا ليفل دا ليفل ايه كتضم الخضر هو ديالك صافي باش تضيع ديك حدا اللي حدا كيعطيني الجرعة غادي نشوف غادي نشوف واش تما تنيت راه ما راه القوانين هذيك ديال اللعبة جايبين انا يا الله سرهم غص فيهم غص فيهم انا دير ليها دير ديري يوم سكوت مزيان هذا قال لينا فين مشيو فين مشيو ايه قال لينا قال لك سيدي هبط من هنا ايه نقتل هادو انا كيدير هذاك نقتل انا في طلع لك الصحة في راسك بديت تبدلو هي الفلوس نجمع الفلوس طيب بالك إذا خصنا نقتل هنا شحال من واحد هنا شوف فرق نيجا هي هي صوبت اختي يا زيدي الله غص فيهم بلا ما ندير لهم والو وات صافي نرجع دابا سيري قتلت وحوش انا نيت قتلتهم نتسناك انت عاودتي من الاول واش نعاود من الاول وي شنو ما درت شخصية جديدة ولا تعاود من النوم من التدريبات من التدريبات هي شخصية جديدة ولا كتعاود أزرع أنا قلت لك هاد لعبة نديرو شخصية عادي باش نصورو البداية قلت هذا في الفيديو بالنسبة لطريقة تعلم المهارة يعني مهارة جديدة باش دير مهارة جديدة كتدخل هنا نفس سكيل يعني المهارة من هنا إذا هنا توجد ميزة يعني أو يعني طريقة يعني مثلا تريد أن تضيف مهارة جديدة يجب أن تضغط عليها أولا ثم تضغط سكيل اللي في الأرض حتى تظهر عندك في الخانة التالية تظهر عندك في هذه الخانة يجب أولا أن تقوم بسكيل ليفل أب حتى تظهر عندك في الخانة دابا هنا سكيل ليفل أب هنا مثلا ضغط أوكي هنا ترفع مستوى المهارة هنا ترفع لها المستوى سوف تظهر عندك في هذه القائمة وبعد ذلك يمكنك أن تضيفها مثلا بهذا الشكل مثلا هيا أما تغير مثلا هذه تضغط أوكي هكذا كذلك مثلا عندما ترى يعني تريد مثلا ان تقوم بزيادة مستوى شخصيتك مثلا فتجد بان المهمات الرئيسية
يعني يطلب منك يعني مستوى جديد، فأنت يعني بكل سهولة ترى هناك العديد من الأيقونات في الخريطة الصغيرة فيها علامة التعجب، وكل هذه علامة التعجب تعني بأن هناك مهمة أخرى. يعني فاش كتشوف دوك العلامة التعجب في الخريطة الصغيرة يعني هذوك مهمة أخرى اللي غادي تزيد لك المستوى أكثر. دونك كتمشي باش تشوف هاد المهمة هادي، مثلا هذا مثلا نهضر معاه هي كيعطيك كويست. فهاد المهمات كاينة كويست وكاينة ميسيون. كويست هي مهمة وميسيون هي مهمة، يعني بعض المرات كتلقى كويست وكتلقى ميسيون، يعني تقدر دير كويست وتقدر دير ميسيون تاهي تكليكي عليها. هي مثلا مهمة تكليكي عليها هي كتعطيك معلومات طن 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 سير. هنا كيقول لك اوكي باش اكسبتي المهمة. اوكي اذا والتفاصيل ديال المهمة راه كتبان عندك هنا الجنباية كليكي عليها، فإلا بغيتي تخبيها كليكي عاوتاني باش تبان. الا ما الا كملتو الا عاوتاني هنا ما كتبانش ديك المعلومات ديال المهمة اللي شديتي كتدخل عاوتاني لهنا. هنا في هذا الوسط عندك مثلا كويس هي النافذة ديال المهمات، هي كليكي عليها كيعطيك المهمات هما المهمات ديال اللي شديتيهم مثلا واللي كملتيهم. هادي مثلا هي كيقول لك ريبورت تو انفيستيغيتور جيريو، يعني غادي تقدم واحد التقرير لواحد السيد سميتو جيريو اللي كاين في واحد البلاصة سميتها لومينيو سانوان. كيفاش مثلا غادي نعرف انايا فين كاين هاد البلاصه اللي سميتها لو مينيون سكانيون؟ اذا بكل بلاصه يعني بكل بساطه كنمشيو لهذوك العلامات الزرقاء في الخريطه الصغيره هما البوابات باش تخرج من المدينه هادي. هادي الا جينا هاد البوابه مكتوب فيها يعني دخلتي من هاد البوابه غادي تخرجك في لو مينيون سكانيون، على عكس الا دخلتي من البوابه الا خرجتي من البوابه الثانيه الزرقاء غادي توصلك لبلاصة أخرى سميتها غاليريا بلين إلى آخره. كذلك أنك تقدر دير تحسين ديال الأسلحة والدرع وداك الشي بطبيعة الحال. كتلقى اللاعبين أخرين مثلا أي قاع الناس اللي عندهم سمية باللون الزرق ولا اللون الأخضر، اللون الأخضر يعني هما لاعبين حقيقيين او ما قاعدوا لاعبين حقيقيين. شوف هذا مثلا اللبسه اللي عنده دابا، شوف يعني هذه دابا وصل واحد المستوى اللي عالي. الشاش ولا عنده هذه اللبسه الخطيره والاسلحه الخطيره، داكشي بحال الانمي. حتى هذا لاعب حقيقي هو. شوف ستيل كل واحد ستيل ديالو، حيت تقدر تشري الحوايج وتقدر كاين شي حوايج كتربحهم وكاين شي حوايج كتشريهم بالعمولات العادية ديال مثلا فضل الوصاني تقدر تشري شي حوايج كامل شوب بحال هاديك السوق هذا مثلا باش تشري منو بزاف ديال الحوايج. هنا كيعطيك مثلا هنا تقدر تشري هاهي احنا دابا عندنا 3440، هاي هادشي كامل تقدر مثلا دابا نشري اللوغوات. شنو هي الافاتار لوغو؟ شنو كيعني هادشي؟ عندك هاد التاني هنا ومن غير هاد البلاصة كتشري عاوتاني من التراد، كتشري عاوتاني من واحد السيد هنا يدير تجارة، يعني ماشي هذا كاين واحد تاجر، كاين تاجر هنا وكاين عاوتاني مول الحانوت لا بغيتي تشري شي ماكلة ولا لا لعب تبغين فين مثلا. هذا مول الحانوت مرشنت، يعني مول الحانوت باش كليكيتي عليها هكا كيقولك اباوت اكسترون جوبز. هذا ماشي مول حانوت، هاي كيعطيك كيعطيك
هذوك الخدام كيف كاين شحال من واحد كاين شحال من شخصية كاين هنا وكل وحدة مختصة بشي حاجة نشوف هو مثلا هذا تقدر تشري من عنده هذا كيبيع الخضرة طيبيع دابا السيد هذا هو إلا درتي مثلا جينيرال ستور جينيرال ستور إلا بغيتي تشري شي حاجة في الحانوت أما ستوراج ستوراج هي إلا بغيتي شي حاجة في واحد الصندوق واحد المخزن المخزن كتحط فيه أي حاجة بغيتي كاين ماركت ماركت السوق السوق هذا هو السوق عاوتاني كتشري منو أي حاجة خاصك عاوتاني كتشريها من هنا ضرب لي على البيت مستديمة أما العرفة البنات هما تلعبو شوف هما تلعبو هاد البيت فورم سكيل سكيل ديال المخمة تقدر كاع عاوتاني هو ستوراج هي ستوراج مثلا هنا كتقدر مثلا إلا عندك المحفظة عامرة مثلا وبغيتي تنقص شي حاجة مبغيتيش تبيعها بغيتي غير تنقص راك كتبتي مثلا هنا كتبتي مثلا اد ستوراج يعني اضافة في المخزن المخزن اضافة في المخزن مثلا كيقول لك الكمية شحال بيتي كيقول لك خصك هو الاول تشري واحد يعني تشري المخزن ب 300 المساحة واحد المساحة يعني 300 الشرب